لا صدقتي الحمد الكلمه لله دي، والحمد لله انه عدى على خير. اجي لك يا ساره، يمكن برضو نفس الكلام، موسم طويل انت شاركتي بطوله عربيه صح، ومريتي بكل الايفنتات في الموسم وصولا بالدوري. شايفه اصعب فتره في الدوري كانت ايه؟ هي حاليا الفتره اللي انا فيها دي، لان انا نظرا لظروف الامتحانات اللي كانت عندي انا ما عرفتش اسافر من اول الدوري، سافرت من تاني يوم الصبح لان كان عندي امتحان. ف يمكن الموضوع كان انا في اولى جامعه. اولى جامعه لسه، اول سنه جامعه بقى وسيستم جديد ودنيا جديده، فالدنيا صعبه. الدنيا كانت صعبه جدا، بس انا طبعا كنت بعرف اوافق ما بين الاثنين، كنت بتمرن، كنت بعرف اقسم وقتي كويس، كنت بتمرن في نفس الوقت كنت بحاول ان انا اوافق ما بين الاثنين. بس خلي بالك انتوا اغلب ماتشاتكم بره القاهره، يعني بشوف السويس كتير، في الاسماعيليه. الاسماعيليه هو دايما الدوري بيكون في الاسماعيليه. قناه السويس فصاله قناه السويس، فبرضه دي بتبقى ازمه. يعني انت لو بتلعب في القاهره ممكن تلعب ماتشاتك وتطلع من الجامعه على ماتشك، انما الماتشات اللي تبقى عايزه سفر دي بتبقى متعبه. طب قولي لي، السنه دي اكيد في ماتش انت كنت حابه، يعني قلتي لا الماتش ده بالنسبه لي انا فاكراه. كل موسم كده يعدي على الواحد بيقول لك الماتش ده الماتش ده الماتش ده. ايه الماتش انت عماله تفكري وانا بتكلم؟ ايه الماتش بقى اللي ايه الماتش اللي انت مش ناسياه السنه دي؟ في ماتشات كتيرة الحقيقة. قولي لي ثلاثة منهم. في الفرق طبعا بيكون في ماتشات كتير طبعا، ده غير الستريس بتاع الفرق. الواحد كان عنده كل ماتش ما بيدخل في ما بيبقى اتنين قول في الماتش، الماتش بيبقى ستريس طبعا مع زعيق الكابتن الكوتش اللي بيكون قاعد، ده بيبقى صعب جدا. في تونس لما كنت مسافرة كنت شاكة ان انا جالي كورونا هناك، كنت حاسة ان في احساس غريب كده جالي حتى وانا بلعب ماتشات، كنت بلعب دبل مع فريدة. هي ده يمكن انا بلعب جنبها وعماله بفكر في وسط الماتش بيبقى انا خايفه اطلع. انت جالي كورونا؟ انا جالي كورونا هناك. اتحجزت هناك وكان المفروض ان احنا خلاص قطعنا التيكتس بتاعتنا. كان في شهر كام؟ كانت في شهر 2. شهر 2 شهر 2 من 1 ل 4 اللي فات على طول. ورحت هناك وانت في البطوله حسيت ان انت تعبانه. وهي نزلت وانا اتحجزت هناك، فضلت مكمله. كانت فتره صعبه جدا الحقيقه، كفايه احساس ان الواحد يكون بيلعب ماتش عمال بيفكر في البي سي ار اللي هو هيعملها. يعني انت كنت في البطوله بتعملي البي سي ار ولعبت ماتش؟ لعبت بس كانت لسه النتيجه هتطلع، يعني لسه النتيجه هتطلع بعدها. طلعت ايجابيه؟ طلعت ايجابيه. ما كملتيش البطوله؟ لا هو انا كنت خلصت، بس هي فايده كانت مكمله. فريده يعني اللي كانت مكمله. طب انت كنت قاعده معاها في الاوضه؟ كنت قاعده معاها في الاوضه، وكنا عاملين حسابنا ان هي كانت مكمله. فانت كنت عامله حسابك وعامله انا ظابطه الالارم بتاعي، هنصحى الساعه 7 الصبح اروح اسخن فريده، عشان احنا ما كانش معانا مدربين طالعين، كان انا بقعد لفريده وهي بتقعد لي كوتش. الحقيقه فكنت عامله حساب ان انا خلاص هروح اقول لها مستسلمه نفسي الصبح اصحى الساعه 7. حسيتي انت سخنه مثلا؟ هو انا كان عندي شويه احتقان في الزور كده، بس انا كان عندي احساس ان هو كورونا. فاحنا نايمين عايز لقينا الساعه 6 الصبح التليفون بيرن، فريده بترد. هي فريده في ايه؟ لقيتها بتقول لي اوبس. فبصيت لي قوي فقلت لها خلاص انا كده عرفت. طبعا الواحد كان وكانت معانا بنت. واتعزلت في نفس الاوتيل ولا في حته ثانيه؟ لا اتعزلت في نفس الاوتيل. كان خوفي كله ان انا قعدت خمس ايام ست ايام. خمس ايام. انت فاكره